يا ابني حل عن دماغي بقى، هو انا مريش غيرك؟ يابا يابا يا ابني ودي صوتك، مش عارفين ناكل لقمة. يا عم وانت بتاكل بودانك؟ ما تاكل وانت ساكت يا عم، في ايه؟ اسمعني يابا، انا خلاص يابا. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى. انا خلاص يابا، خلاص مهاجر. ما تهاجر ولا تسافر ولا تتنيل بستين نيلة، حرام عليك بقى يا ابني. انا حلايا منين ولا منين؟ انا بسببك مش عارف اخد شاور. بذمتك انت يابا تعرف يعني ايه شاور؟ يعني مشوار باليوناني. يوناني ايه يابا؟ يابا ركز معايا، انا هسافر بره اعمل قرشين واجيبك بقى تتفرج على ماتش محمد صلاح في الملعب في اسبانيا بجد، وتعرف يعني ايه شاور بجد. يا حبيبي يا ابني، بتفكر في ابوك، طمر فيك الاكل اللي انت كاتبه في بيتنا. يابا وانا قاعد في مساكن الطلبه؟ ما هو بيتنا، اكل فين يعني؟ ما تديني ال 2000 جنيه بقى يابا، خلينا اسافر، ما انت مكمر قد كده. 2000 جنيه ايه؟ اللهم حسن، انت فاكرني شغال دكتور تجميل ولا لعيب كوره؟ انا حيالله جرسول في كافيه، صاحب القهوه بيقبض ملايين وانا بقبض ملايين، في تفاوت بين الحد الادنى والحد الاقصى. يعني من الاخر كده يابا، انت مش هتديني الفلوس وهتفضل شايل كل حاجه على قلبك قد كده؟ امشي يا كلب يا جزمه بره يا حقود، اطلع بره كافيه، اطلع بره. خليك انت كده يا حبازنا، اقعد شد في الشيشه، شد في الشيشه، انا بقيت شبه الفحمه. سمير ديوان. ما ما في ايه يا ما؟ اهدي، ده كل ده تمثيل، اهدي يا ما. انا مسافر بره مصر. نهية 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 ايه يا اما وكرداسة ايه؟ بقولك مسافر، مسافر بره مصر. تبقى هاتلي معاك بسيمة وام علي. بسيمة وام علي ايه يا اما؟ انا رايح عند الملكي. بقولك يا اما مسافر، رايح ايطاليا يا اما، رايح ايطاليا. ايطاليا دي اللي بيروحوها الهجرة الغير شرعية والعيال بيغرقوا والاهالي يروحوا يستلموا الجثث من عند الاستاذ وائل الابراتشي. ابو بوف في دماغه؟ لا يا اما، مش هروح لابو بوف في دماغه، انا هروح بالطيارة يا اما، ابنك هيقب على وش الدنيا. يلا والسلامة حبيبي، طمنت قلبي. بس كده ياما؟ مفيش حضن لابنك؟ مفيش بوسة دمعتين؟ دمعة من عين واحدة ياما لابنك؟ بس يا ابني اهو يا ابني حبيبي، بس عشان بتفرج على مسلسل اختي هتلر. هتلر مسافرة. هتلر مسافرة ايه ياما؟ ما سفرية ابنك حبيبك واقفة على بكوين. عندك علبة البسكوت بتاعت اخوك ايه؟ بس ما تكترش بكوين بس. ياما 2000 جنيه ياما، عايز 2000 جنيه. ساعد ابنك، ساعد ابنك ياما، ساعديه بالذهب اللي ابوه اداهولك ده. ايه ياما في ايه؟ مفيش حنان، مفيش امان ياما. ليه كده ياما؟ ده انا هلحنها لك ياما. انا برضه ممكن الحنها لك الشتايم القبيحه اللي انا هقولها لك عشان انا قلبت الادب. ازاي ايه ياما؟ في ايه ياما؟ يعني زعلانه عشان اخت هتلر مسافره ومش زعلانه عشان ابنك مسافر؟ ياما عايزك تساعديني، بتقولي ايزي ايزي ومش هساعدك. امشي يا ابني الكلب يا واطي. على فكره انا معايا الخاتم. فالصو يا روح امك. ادي 125 جنيه يربع ايه؟ والشيرينات والبرايز اللي عندك دي عملت 20 جنيه. يا جدعان انا حاسس ان انا عملت ببي جنيهات. يا عم اخلص، معانا كام؟ ثانية واحدة، عشرينات، عشرينات، ميات، 1420 جنيه، 35 قرش. ماشي، الفلوس دي تترد لابويا يا جدعان أول ما نرجع من السفر يعني بعد إذنكم. يا أختي. ولا، عيب يالا. في إيه؟ أنت قاعد مع حورس. أنت عارف يعني إيه قاعد مع حورس؟ يعني إيه؟ عارف يعني إيه؟ ما هو قال لك يعني إيه؟ في إيه؟ ماشي، ماشي. وانت ابوك يالا كان بيشحت في الثمانينات ولا ايه؟ ايه الشيلينات والبرايز دي كلها؟ ابويا بيشحت بس بشرف يا حورس. شرف ايه يالا وقرف ايه؟ ما خلاص يا ابني، انت هتغني له راب خلاص، وابوك كان بيشحت بشرف، عم عطيه جميله على راسنا من فوق، وانا عن نفسي يا عم واخد عهد اول لما اختني هشتري جزيره واسميها بورتو عطيه. كده مش ناقصنا الا حاجه واحده بس. ايه؟ ان احنا نتعلم ايطالي كويس. وانا ظبطت ابلة سماح. ايه؟ ظبطت مع ابلة سماح. ولا حورس، فراشة قطع ودنه ورميها في الموكيت تحتينا. نعمة فراشة.
استخب استخب ارفع الشنطه، مش عايز حد من الحاره يشوفك. ده هم هنا لو شافوا سندوتش همبرجر بيقلبوا الدنيا، تخيلوا يشوفوك انت. بس اقف اخلع بقى في هدوء. انزلي انزلي انزلي، خلي بالك، استنى 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 استنى، خلي بالك مش عايز حد يشوفك، عايز حد يشوفك للروح في داهيه. يا كونو يا بكتيريا، انتوا فين يا جدعان؟ هتفضح انا، انتوا فين يا جدعان؟ هتفضح يا جدعان. انا ما لقيتش ميس سماح اللي هتعلمنا ايطالي، لقيتها اتقبض عليها، فجبت ميس يانا هتعلمنا بقى ايطالي بقى ايه 100 100. هتعلمنا ايطالي ليه؟ مش احنا المفروض مسافرين ايطاليا يا ابني؟ يعني ايطاليا تجينا لحد الحاره، نقوم احنا نسيبها ونسافر؟ في زيها كتير هناك. اهدى بس اسمعني بقى انت كويس، واهدى. النور مكانه في القلوب. انا خلاص لقيت اللي انا عايزه. بتقول ايه يا ابني؟ انا عايز اتجوزها واقعد في بيتنا ومش عايز اشوف النور. هو ايه ده؟ مش عايز اشوف النور يا حور. مش بتعمل ايه انت كمان؟ This is Rex. I am dog. You dog? Yes. Rex؟ مش عارف بيعمل كده ليه، اول مره يعمل كده. مش عارف. سلمي عليه بس بالراحه، هو بس سلمي عليه. في ايه يا بكتيري؟ يا ابني بكتيري. So, we have to start right now or all of you will pay for overtime. أنا شفت كل حاجة وسمعت كل حاجة. أنا عايز حلويات. حلويات يا فراشة؟ أنت عندك السكر. أنا عايز حلويات. أنت في سنان في بقك يا فراشة، أنت هتتجنن. إيه رأيك بقى؟ لا فيها يا خفيها. طلعها طلعها وفوق الواد ده لحد ما أشوف فراشة. حاضر. يلا. هيفضحنا. تعالي معايا. هيفضحنا. اسمعني بس كده، انا هفضحك. انا طلعت الحلويات. والله هفضحك. انت مش عايز حلويات؟ اه عايز حلويات. تاكلها؟ اكلها. ده انا اكل ابوها. بعد اذنك يا مدام، ممكن تشخبطي بالراحه عشان نعرف ننقل؟ انا مش فاهم حاجه، انا حاسس اني هسقط. يا جدعان الجيبه حلوه قوي. Итак, начнём. Буква Х. Х. Ha 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 ha, like ha 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 ha. والله العظيم بنت نسمه. العسل يا بنت العسل. الله عسل. Слово хлеб. 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 Okay. Hole. 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 Open. Open. Hole. 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 هاي يلا فيها. استني بعد اذنك لحسن الواد بقه هيقع منه. хорошо. хрен. 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 хурма. 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 بتاعت كاوتشي دي ولا ايه؟ ما تخليك مختارا بقى. продолжаем. ممكن يا ابله تريحي بس 5 سنتي على جنب. العلامات اللي هي عاملاها والمقشات والشوك والمعالق ده روسي. بص ده روسي يا شريهان. اتفرج معاكوا في ايه؟ البت دي ساحره وبترمي علينا تعويذه. ممكن يا ابله تترجمي العته اللي انت كاتباها عشان نفهمه؟ песня. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Трусишка зайка сереньким под елочкой скакал. الست اللي بتهوهو عليها دي هتبقى مراتي وتبقى عشيقتي. ارجع يا انت اهو. ايه ارجع يا ايه يا عم ده الجرأة دي؟ احنا بنتعلم عشان نسافر. ارجعوا ارجعوا. ساديتيس ساديتيس ساديتيس. ما تركزي معانا بقى في ايه؟ ما انا مش ممكن اللي انت بتكتبيه ده، ما احنا لازم نفهم. شتو؟ شتو ايه؟ ما تترجمي الكلام اللي انت كاتباه ده. ساديتيس بارجاوس. ما انا على الطلاق ما فاهمك برضه. ساديس. ايه ساديدس ده؟ ساديدس ده كوتشي يا عم بقى، تعالى اقعد اتهد بقى. ايه في حاجه في وشي ولا ايه؟ так ابلع عشان مش قادر. вы меня понимаете? да. встаньте. спасибо. حلويات الواد هو حلويات. حلويات وبنحكوا عنه كتير حكايات. فراشة خد الموزة ودخل اوضته. الواد ده هو حلويات. 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 الواد ده هو حلويات. فراشة خد يلا. ايه
انت خلاص راكب دماغك ونويت السفر، لمم لي الزباله دي كلها ليه؟ ايه ياما الناس دي ضيوفنا، وبعدين يعني هما مش هيوسخوا لك القصر الجمهوري اللي احنا قاعدين فيه. انا اسف يعني، انا كان نفسي يعني نعمل اللمه دي عندنا في البيت، بس بيتنا اوسخ من المكان اللي احنا فيه. يعني مفيش حد حكيم وعاقل يمنع اصحابه من الهطل ده؟ ايه القرف ده؟ ايطاليا ده كلها مكرونه. يا عم زيزو، يا عم زيزو معروف ان انا اكتر واحد شاري العقل في الناس دي كلها. انا اللي اقنعتنا نسافر ايطاليا على فكره. يا اختي يا ريتني كنت خلفت باغلي فنصفني عنك. سيبكم من كلام اهاليكوا ده، انتوا لما ربنا يفرجها معاكوا هناك والبليه تلعب معاكوا تبقوا تبعتولي لحسن الشحاته مش جايبه همها هنا. عايز يشحت بالانجليزي. شايف؟ شايف؟ ده ايه اللي جابه هنا عندي؟ عارفه إيه؟ ده؟ انا ما استعناش يقعد على الكافيه عندي واديله كوبايه شاي فتله. هو انت مسمي ده كافيه؟ ده غرزه. لا بقول لك ايه، مش هنا الغرزه، لكن لو مديت ايدك تاني هعمل لك هنا غرزه. يما يما انت المفروض ام، يعني الجنه تحت رجلك، انت كده تحت رجلك كباريه. يا جماعه يا عم بتعمل ايه؟ افهموني كويس، احنا مسافرين خلاص ايطاليا، وانتوا دلوقتي مالكوش الا بعض، مش عايزين نسافر ايطاليا نرجع. سيب القله. بتعمل ايه بالقله انت؟ مفيش حاجه، انا جايلك اهو. انت رايح فين دلوقتي؟ جايلك. انا قاعد على السرير جوه، خلي بالك. مش عايزين نرجع من ايطاليا نلاقيكوا رافعين على بعض قواضي وساجنين بعض. ده انا هقطع امك. سيبيها براحتها، دي ضيفتنا. يا جماعه يا عم زيزو، وحتى لو اتخانقتوا مع بعض هنيجي نصلح ما بينكم، لاننا خلاص هنبقى هوب هاي اغنيه وننتج فيلم ونبيع قصه كفاحنا. بس يكون هندي ميراج هبوب. ما خلاص يا اما في ايه؟ يامك مالها يا يا عم؟ هي بتتفرج على اختي هتلر خلاص، والدكتور قال محدش يكلمها. بقول لك إيه؟ انا عايزك تقعد مع ابويا قال عشان ابويا وحداني. يا عم ابوك ايه اللي اقعد معاه ده يا عم؟ ده كل ما بيشوفني بيقول له سهر، كنتش عارف يعني ارد اقول له ايه؟ يا عم انت ايه المشكله؟ انا ذات نفسي بيقول لي انا نرجس. نرجس؟ هتوحشيني قوي يا سهر. تمام الحديد يا انت ترتكب الخطا، شعرك ده انت مديله صبغه زياده، هو ده الخطا. تخف الصبغه ليس ورنيش، بس ما تحفش عشان في كائنات امن منه. ايه ده معلم؟ لا تلفزيون. ما انا عارف لو تلفزيون. مش الواد دوف الزجر ده كان بيلعب مع جون سينا في فرقه؟ الله اللي هم قلبوا على بعض ولا ايه؟ على الطلاق انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم كلماتك، بس انا هرد عليه. القصه تبتدي اللي الاثنين النجوميه كانوا مأجرين شقه شركه مع بعض. فزاد جه في شهر ما كانش معاه فلوس، فميل على النجوميه، قال له نجوميه ممكن تدفع لي الايجار وانا اول ما اتحين واقبض اديهم لك؟ قبض هو وحلق لجون سينا. جون سينا بقى ما بيحبش حد يستعبطه زي حالات. معلم جزمه، معلم جزمه، الحق يا معلم جزمه. ماذا بك يا زنجر؟ التلات عيال يا عموم كون وحورس وبكتيريا جابوا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه دول شكلهم هياكلوكوا البلوزه. ما بحبش البلوزه انا. انا بحبها يا معلم. قلت ما بحبش البلوزه. هيسافروا ايطاليا. يسافروا ايطاليا؟ وال 10,000 جنيه؟ لا ده انا اوديهم طرب 6 اكتوبر. انت بقى من حبيبي يا عندنا طلع. ايه ده يا عم زيزو؟ مش كده؟ يا اختي يا بابا انت تخلعني انا لوقا. معلش معلش ايه يا اختي يا تخلعني يا اختي؟ انت ايه؟ نسيتي اصلك ولا ايه؟ انت مجنونه وعليك عفريت هندي ولا نسيتي يا اختي؟ معلش يا ام حورس معلش عندنا. معلش يا رب دب فيا الصحه، دب فيا الصحه امرمطها معلش، وبعد كده ابليني. ارجعي ارجعي يا اما انت بتدعي بتهزري يا اما بتقولي ايه؟ ما تدعي عليا يا اختي. لا نعم لو ما سكتوا لا تسيبوا حرام ولا تقولوا حلو ولا كلكم في هذه التواوع عاليه. يا اما في ايه؟ ودعوا بعض احسن لكم خلاص. الطياره اللي جايه تودينا على ايطاليا ايه في الجو؟ ايه جايه تخطى من على السطح؟ ما خليش اتجنن عليكم. اسكت يا التواوع. يا جماعه جزمه طلع وشكله كده ناوي على شهر. خير جزمه؟ اه اتحط علينا يا جدعان. نهار اسود ومنيل ب 60. بتعمل ايه؟ في
في ايه؟ خير جزمة طالع يلا كونو يا نهار اسود. طب يلا بينا. طب وشنطنا؟ شنطنا ايه؟ انا معايا شنطتي خلاص. طب وبوكسراتنا؟ ما بيلبسوش بوكسرات في ايطاليا. يلا يلا, يلا. جزمة جالكو. سلاموا عيالكو.